مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير طوم المطاعم. عنا كوب مي، بدي استعمل نص كوب زيت نباتي كمان، وعنا 3 حبات توم ناعمين بهيدا الشكل، ملعقتين صغار نشا، ملعقتين طعام حامض ورشة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط المي بالطنجرة وبحط النشا، بحركن على الغاز ليشتد المزيج. بس اشتد المزيج بهيدا الشكل، هلا بحطهم على جنب ليبردوا. بعد ما برد المزيج هلا بحطه بالمكنه، كمان بحط الحامض، الملح، ثوم وزيت نباتي حوالي نص كوب، بخفقن مع بعض. خفقتن حوالي دقيقة. هيدا الشكل النهائي، بحطن بوعاء. هيدا توم المطاعم اللي عملته أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.